الحياة قد تنقلب عليك بلحظة، بمكالمة هاتف، بنتيجة تحليل، بخطوة خاطئة في الشارع وغير ذلك. لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول نفسك مهما كانت مخططاتك وترتيباتك وأمنياتك. الحياة تخبرنا بأنه لا يوجد فيها ضمان غير إيمانك بربك، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام لحظة من هذه اللحظات. لذلك لا ترهق نفسك بالتفكير ولا تحمل هم الغد، لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة، فأرح بالك وارمي كل الأفكار والهموم والقلق خلف ظهرك وتوكل على الله، وهو يصلح بحكمته حياتك. وقل دائما: اللهم تولني فيمن توليت.